أيها الإخوة المؤمنون، أنا أخاطب نفسي، أحدث نفسي. هناك نصوص أيها الإخوة في الكتاب والسنة، نصوص الكتاب من عند خالق السماوات والأرض، ونصوص السنة من عند سيد الخلق وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا نفعل بها؟ أيها الإخوة الكرام، ألف بعض الدعاة أن ينزلوا إلى مستوى واقع المسلمين، فتارة يقولون افعل ولا حرج، وهذه بلوى عامة، والله غفور رحيم، ولا تدقق، رحمة الله واسعة، ونحن أمة محمد أمة مرحومة. من شدة ما هبط الدعاة إلى مستوى المدعوين حتى أصبح الدين كالغاز، لا شكل له ولا حجم له، يصلح لأي موقف ومع أي مخالفة ومع أي سقوط ومع أي انحطاط. لكن الدعاة كما ينبغي، ينبغي أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع، لا أن يهبطوهم إلى مستوى الناس. أيها الإخوة الكرام، لئلا يقول أحدكم هناك تزمت، هناك تشدد، هناك سوداوية، هناك الوجه القاتم للدين، لئلا تقولوا هذا الكلام، أنا أخاطب نفسي ولكن بصوت مسموع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ والله لو عرفنا قيمة هذه النصوص التي سأتلوها على مسامعكم لارتعدت مفاصلنا خوفاً من الله عز وجل، ولا ذقنا طعاماً طيباً، ولا دخلنا إلى بيت نؤوي إليه. قضية مصيرية أيها الإخوة، قضية جنة إلى الأبد أو نار إلى الأبد. ما هذه الحياة الدنيا؟ مهما طالت ومهما ارتقى الإنسان فيها، ومهما جمع من أموال، ومهما ارتقى من مناصب، ومهما تمكن من غيره، إنها كلمح البصر، إنها صفر. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أيها الإخوة الكرام، أبدأ خطبتي بهذه الحقيقة في هذه اللحظة، الساعة 1:05، من هذه اللحظة وإلى الموت، وما منا واحد إلا وسيموت. هناك قدر من العمر قد يكون لحظة، وفي بعض الخطب كان أحد الإخوة المصلين في القاعة وافته المنية وهو يسمع الخطبة. من هذه اللحظة إلى ساعة الموت هناك قدر من العمر قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى، والسؤال محرج ومزعج، هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها، عملاً عملاً، موقفاً موقفاً، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعا منعا، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى، أنه لا بد من أن نغادر الدنيا، وقد حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس،
هذا الحديث الشريف أيها الإخوة ينخلع له القلب. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، مغلوب على أمره ثم يتوب إلى الله توبة نصوحة وينطلق إلى الله. ففي هذه اللحظة قد تجد إنسان يعمل بعمل أهل الجنة وليس من أهل الجنة. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا إيماننا حتى نلقاه، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. أيها الإخوة الكرام، سيظل المؤمن خائفاً من تقلب قلبه، وهل سمي القلب قلباً إلا لتقلبه؟ ولقد كان عليه الصلاة والسلام كالجبل الراسخ في الإيمان، وهو خير عباد الله على الإطلاق، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تقول هذا تشاؤم وهذا تزمت وهذا تشدد، والدعاة يقولون غير هذا، القضية سهلة، افعل ولا حرج، الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا كله صحيح، ولكن بعد التوبة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أكثر ما كان النبي يحلف: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب. هذا موضوع أيها الإخوة خطير جداً، ينبغي أن نذهب إلى البيوت وأن تبدأ بعد سماع هذه الخطبة متاعبنا. ينبغي أن نحاسب أنفسنا بشكل دقيق، ينبغي أن نتحرى دخلنا، وأن نتحرى إنفاقنا، وأن نتحرى وضع أهلنا، وأن نتحرى خروج بناتنا في الطريق، وأن نتحرى حجاب زوجاتنا، وأن نتحرى نوع كلامنا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أظن أن هذا الحديث ينطبق على وقت من أوقات حياة المسلمين كما ينطبق اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى، شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه، ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. يروي البخاري في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي
وبين سحري ونحري، السحر الرئة، وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن أخوها وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، عرفت أنه يحب السواك، قلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، قلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول بل الرفيق الأعلى حتى قبض، ومالت يده صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، إن للموت لسكرات. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر في ساعة الموت. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة الكرام، هناك خطب كثيرة وشهيرة وذائعة في العالم الإسلامي تتحدث عن الموت، ولكن فيها نصوص ضعيفة جداً. أنا حاسبوني في هذه الخطبة عن أي فكرة لا تغطيها آية أو حديث صحيح. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللحظات الأخيرة في حياة المؤمن والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث دقيق جداً، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه كل من في السماء، ثم ينتقل من السماء التي تليها إلى التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه فيأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، فيقولان وما علمك؟
فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك التي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. هذا المؤمن. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ثياب خشنة جدا، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، سيخ اللحم من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاء هاء. كان غارقا في الأفلام، كان غارقا في الموبقات، كان غارقا في الملاهي، كان غارقا في أكل الربا، كان غارقا في المعاصي. من ربك؟ ربه الدولار، ربه المال، ربه المرأة. من ربك؟ يقول هاء هاء لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاء هاء لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاء هاء لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. أنفذ أنت بريشك، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. أيها الإخوة الكرام، من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الإثم وكبير. عصاة المؤمنين قد يعذب بعضهم في قبره في صغير من الذنوب وكبير، فمنهم من يعذب بالنميمة وهو في القبر، ومنهم من يعذب لأنه لم يكن يستتر من بوله، يعني كان يظهر عورته أمام الناس. منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. كم مشكلة قرض لا يؤدى؟ افعل ما بدا لك، هذا الحاضر، إليك والمحاكم. يعني معظم مشكلات الناس في الديون الآن. منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا، النبي الكريم خطى خطا، ثم قال أعليه دين؟
قلنا ديناران، فانصرف ولم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ يعني أديت الدينارين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: ما فعل الديناران؟ قال: أديتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن ابترد جلده، يعني جلده لم يبترد بالكفالة، لم يبترد إلا بالأداء لعظم الدين. لو أن الإنسان مات شهيداً في ساحة المعركة وكان عليه دين لا يغفر له، أين المسلمون وأين هذه النصوص؟ أيها الإخوة، منهم من مات شهيداً مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غل بردة لا تساوي 4 دراهم، دخل العذاب بعد الموت مباشرة. أيها الإخوة الكرام، روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. ففزع الناس أشد الفزع، فجاء رجل بشراك أو شراكين، قال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر هذين. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك من النار، شراكان من النار. أيها الإخوة، كم أسرة مسلمة يأخذ الأخ الأكبر أجمل ما في البيت، يقول: هذه من رائحة والدي. كل شيء يؤخذ قبل القسمة هو غلول، ومن غلى شراكين قال: هما في النار. شيء لا قيمة له إطلاقاً. أحياناً تكون في الحج يرتدي الإنسان خف 5 ريالات ثمنه، تجد أكوام على أبواب الحرم. على مثل هذا يحاسب الإنسان. أيها الإخوة، القبر بغير عذاب عذاب، القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. في النسائي وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن، بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. أيها الإخوة الكرام، وما بعد القبر أعظم منه، إنه البعث والنشور، إنه اليوم الثقيل الطويل، إنه يوم العبوس القمطرير، إنه يوم واحد ولكنه 50,000 سنة من أيام الدنيا طولاً، يوم لا تغرب شمسه إلا بعد مضي 50,000 سنة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين،
في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم، منهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، منهم من يلجمه عرقه، منهم من يغط في عرقه غطيطاً. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الكرام، أمر الله جل جلاله رسوله الكريم بقيام الليل استعداداً وحذراً لهذا اليوم، فقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. العبرة أن يشتري بيتاً فخماً، وأن يركب مركبة فارهة، وأن يمتع نظره بمحاسن النساء، وأن يعلو على الناس في الأرض، ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. ويقول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً. السماء منفطر به. ويقول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبراً جميلاً. أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، لئلا تقولوا الخطيب يتشدد، خطبة متزمتة مخيفة، هذه الحقيقة. هذه كلها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة، لكننا ألفنا التساهل وتميع الأمور وتخفيف العقبات، والدين يسر، وافعل ولا حرج، وربك غفور رحيم، ونحن خير أمة أخرجت للناس، وهذه بلوى عامة يا أخي، ماذا نفعل؟ وفيها فتوى أيضاً، والفضائيات تقدم من الفتاوي ما لا يعد ولا يحصى. لكن الله عز وجل سيحاسبنا، ولا يقبل منا عذراً إذا قلنا سمعنا، أو قيل لنا لما لم تحقق. لماذا في أمور الدنيا تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا لا تصدق إلا بعد التحقيق؟ لماذا في أمور الآخرة تصدق بدون تحقيق؟ أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم العصيب يرى كل حميم حميمه. حميم يعني أشد علاقة في الدنيا التصاقاً، زوج وزوجته، أخ وأخوه، شريك وشريكه، هناك علاقات حميمة جداً في الدنيا. فقال تعالى: ولا يسأل حميم حميماً. يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضاً يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في 4 مواضع، عند الصراط ويوم الحشر وإذا الصحف نشرت، وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم على ابنها تقول: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وحجري وطاء، وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه، وهل من علاقة أشد من علاقة الابن لأمه؟ ليتني أستطيع ذلك يا أماه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. نعم. أيها الإخوة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مانع الزكاة يعذب 50,000 سنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه
إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة، المؤمنون في ظل الله يوم القيامة. من أهل الإيمان من يكونون في ظل الله قد خصهم الله بهذا الإكرام لاختصاصهم بالأعمال العظيمة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يجب أن نخاف، يجب أن ترتعد مفاصلنا لهذا اليوم. الخوف علامة الإدراك، وعدم الخوف علامة الإغلاق. إن كنت مدركا ينبغي أن تخاف. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، هذا تفكير مسموع. أنا أفكر وأنا أخاطب نفسي وحدي والله، لكن معي نصوص محرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله الصحيحة، وهذا كلام الله، وهذا كلام سيد الخلق وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا، في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا، لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة، هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون، يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيرا. يا أخي، هذا عالم مرن، مرن حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم. لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم، هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة المرة. أيها الإخوة الكرام، سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي وأنا أخاطب نفسي، وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة. وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعا؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.